بالنسبه كنقول بالنسبه للناس في رمضان ان العلاجات عند طبيب الاسنان في 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 رمضان ما كتفطرش، لان التخدير ما كيفطرش. العلماء ديالنا الحمد لله ديما كيطرقوا لهذا الموضوع، لان كاين الناس كيتلزقوا لينا كيقولنا ودي بقينا واش يمكن لي نسوا نجي عندك في رمضان لان كيقدر يفطر. لا حتى اي حاجه طاحت لنا في البلعوم ديالنا كتفطر، واخا ما عندهاش هي الدور كاع الدور ديال الغذائي كيمكن تفطرنا، وما بالك فان هذاك الدور كندخلوا مثلا لانستيزي او لا ابره او الحقن ما كتفطرش. خلع كنديروا خلع اضراس، كنديروا العلاجات عادي، غير كنحاولوا ما يمكن باش الانسان ما يشربش ذاك الماء اللي كنخدموا به، والامور راه كنخدموا عادي جدا. دونك الناس ما عندهم شي تخوف، كيمكن يكملوا استمروا، مي الا كان بادي واحد العلاج ما يمكنش يوقفوا في ذاك الشهر، كيقدر تكون مضاعفات. بالنسبه للحكان بفرشات ما كاين حتى اشكال، لانه الانسان غير ما خصوش يبلع ذاك الشيء، ذاك الدونتيفريس او ديك لاباط اللي كنغسل بها ما خصوش يبلعها، يمكن ليه ينظف السنان ديالو عادي بالفرشات او لا بسواك، ولكن ما يبلعش ولا يدخل ليه مثلا غير ذاك المسواك اللي دخلت ليه غير واحد الطرف في البلعوم راه غنقول له فطر، وما بالك بذاك مي كيمكن ليه ينظف عادي، ما كاين حتى اشكال في هذه القضيه، وهذا الشيء معترف به وكل متفق عليه.